احنا بنلبس لبسنا وبنبتدي نرقص على نغماتنا وعلى اصوات زمايلنا، بحس ان انا ملكه نوبيه. بنحس ان احنا بنعيش في العصر اللي احنا ما عشناهوش. يمكن احنا عشقنا النوبه القديمه من خلال حكاوي الناس بتوعنا لما قعدوا يحكوا لنا كنا قاعدين في حته فلانيه والنيل كان جنبنا وبيوتنا كانت كذا، اتصلنا كاننا عشنا معاهم الواقع في النوبه القديمه. فرح بيتغنى وفي الحزن في ساعه الزراعه بيغنوا هم وبيزرعوا، ساعه الحصاد ليهم اغانيهم. احنا الموسيقى دي في دمنا من صغرنا. بدايه الفرقه كانت اساسا كونت في بدايه الستينيات، يعني كان بيقولها فنان الله يرحمه الراحل سيد جمال، كانوا بيحيوا افراحنا وكان ليهم اغاني ومسجله في اذاعه وحي جنوب. كل الاغاني النوبيه اللي طلعت كلها كان بتحكي عن النوبه القديمه من ساعه الهجره، من ضمنها في اشهر اغنيه عندنا احنا اوكو يسجو وسشوبنجا، أغنية مشهورة للكاتب والأستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر، أغنية بتحكي عن النوبة اللي هم كانوا عايشينها ولما سابوها وقوم في النوبة الجديدة الواقع من خلال الأغنية، وحاسسك إن أنت إن الجبال زعلانة إن الناس سابوا البلاد ومشوا ومش لاقيين حد وسابوني ومشوا، هم عاملين إيه في النوبة الجديدة؟ هل قاعدين كويسين ولا قاعدين تعبانين؟ الجبل بيرد عليه يعني خلال الأغاني كلها. لا أغاني مؤثرة كانت أكثر للنوبة القديمة. من كتر حكاويهم وحبنا ليهم عشقنا التراث وابتدينا نقدر نمسك فيه لأن عشان مش عايزينها تندثر. فأنا جيت في بداية التسعينات برضو طلع الفكرة دي فرقة موسيقية، ففي فرقة موسيقية موجودة بتحيي أفراح وبتقدم أغاني وموجودة، بس مفيش فرقة نوبية بتقدم التراث النوبي اللي احنا عشنا عليه كفلكلور كأغاني تراثية. فجت الفكرة إن احنا نسميها فرقة أضواء النوبة للتراث النوبي وابتدينا نحييها تاني. ففي بداية 2010 التقيت بالأستاذ زكريا إبراهيم من خلال مركز المصطبة، ابتدينا نقدم حفلات وابتدينا نقدم شكل التراث النوبي، فسميناها نوبة نور، قلنا بقى تبقى ايه بدل اضواء النوبة نخليها نوبة نور. فجت تغيير الاسم منه، احنا يمكن اكتر جولات لنا خارج مصر من خلال مركز المصطبة، رحنا مهرجان دولي كان مهرجان ويلز في كنا في انجلترا. راقصة نوبية بقالي في الفرقة 15 سنة. احنا عندنا رقصاتنا الأراجيد في السكي في الفري، دي الحركات الفري يعني الرقص السريع، بنخش في النص مع بعض الحركة بتبقى سريعة، الأراجيد بتبقى رقصة ثبات، الفري بتبقى ليها رقصة كده بالجرجار رقصة معينة. بحاول ان الفن بتاعنا ده ما يندثرش في القاهرة، يعني بنحاول نتجمع في الجمعيات النوبية اللي بتخصنا، بنجمع الأطفال بتوعنا الصغننين تاني، في دكاترة عندنا بيحيوا اللغة النوبية بتاعتنا، بكل حاجة بتاعتنا بنعلمها للأجيال اللي طالعة عشان ولا لغة تنقرض ولا منتجات يدوية تنقرض. ومن خلال الأغاني بتاعتنا بنحافظ على اللغة أو اللهجة النوبية اللي موجودة سواء كفريكي أو كنزي، حتى الأجيال اللي طالعة بتغني نوبي وشوية شوية بيسألوا على المعاني بيبتدوا يعرفوا معانيها حتى لو هو ما بيعرفش ينطقها، بس من كتر الأغاني بيبتدي خلاص يبقى بيقول نوبي. بنحب إن الجمهور يشاركنا،
بنحس ان هم فرحانين برقصنا. في حد بيبقى عايز يرقص مكسوف، في حد عايز يتحرك، فبنساعده ان هو ان في برضو ناس طلبت ان هي تتعلم الخطوات بتاعتنا، بس واحده واحده بيجوا معانا وبيتعلم. دايما موجودين في القاهره، بيبقى حاليا بقى الجمهور ابتدى يستجيب معانا. الاول كنا في مصر لما نيجي نقول ان احنا فرقه نوبيه لكن السودانيين، فابتدت القاهره نفسها ابتدينا يعني الفن ينتشر، واللي احنا نعمل يبقى اكتر من كده، يعني انتشارات يبقى اكتر من كده.